مساء الخير ومرحبا بكل متابعي ومتابعات صفحتنا الأوفياء، مرحبا بكم من داخل تونس ومن خارجها. مرحبا بكم في نقطة مباشرة جديدة وفي بث حي جديد، نحكي فيه كالعادة على موضوع الانتخابات وملف الانتخابات، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وكيفية تعاملها مع منتقديها أو مع أصحاب الرأي الحر والكلمة الحرة، والشكايات التي أصبحت يعني تودع في الرائد الرسمي المرة هذه مش كان في المحاكم، دونك التشهير بالناس اللي اتهموا من طرف هذه الهيئة بالثلب أو ربما بتشويه كما قالت هي المسار الانتخابي والانتخابات الحالية، معناها فضيحة بكل ما للكلمة من معنى أنه أسماء هذه تدرج في الرائد الرسمي، يعني فيها تشويه للمعنيين بالأمر ولعائلاتهم ولطيف كبير من المجتمع التونسي. دونك هذا الكل باش نحكيو فيه مع 3 ضيوف اليوم. دونك موقفنا تعرفوه بالنسبة لموقفي كنت حكيت فيه معناها في الإبان بالنسبة للانتخابات ونتائج الإقبال على الانتخابات بالنسبة لهذا المسار ككل. دونك سمعتوني قبل في بث مباشر منذ يومين تقريبا حكيت فيه بالتفاصيل، كذلك سمعتوني في على قناة الشرق في يوم الانتخابات بعد غلق صناديق الاقتراع، سمعتوا موقفي في قناة اليوم في عديد المحطات الإعلامية اللي تكلمت فيها، لكن اليوم حبيت نعزز المواقف هذه بضيوف معناها عندهم قيمة وقيمة ثابتة، خليني نقول بالنسبة للضيوف كما في الديسكريبسيون بتاع اللايف هذايا. دونك الضيف الأول بتاعنا باش يكون السيد سامي بن سلامة اللي هو العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمشاكل اللي صارت والكلام اللي قاله سامي بن سلامة والذي أدان المسار بتاع الهيئة هذه وأدان كيفية تعاملها مع سائر الأعضاء ومع من يخالفها الرأي. دونك باش يحكينا كيف سي سامي بما أنه اسمه أدرج في القائمة هذه اللي هبطت في الرائد الرسمي، دونك باش يحكينا على القضية اللي تقدمت ضده من طرف الهيئة، باش نحكيه على عديد التفاصيل هذه بالنسبة للجزء الأول. بالنسبة للجزء الثاني باش يكون حاضر معايا الإعلامي القدير، يعني قامة كبرى إعلامية في تونس، السيد الصادق بوعبان أستاذي وطبعا قيمة ثابتة الحقيقة في الإعلام. دونك باش يكون حاضر معايا للحديث عن مسار 25 جويلية، وباش يكون حاضر معايا أيضا للحديث عن هذه القائمات وعن الانتخابات الأخيرة، وباش يعطينا موقفه طبعا كرجل دولة وكإعلامي عنده وزنه على الساحة الإعلامية. دونك الجزء الثالث اللي باش نختموا بيه باش يكون حوار مع ضيفي وصديقي الأستاذ عماد بن حليمة، باش نحكيو فيه كيف على مسار 25 جويلية، ونحكيو فيه طبعا المسار هذا اللي قالت به الأوضاع في الانتخابات الفضيحة الأخيرة. دونك باش نحكيو فيه على باش نحكيو معاها على كل هذه التفاصيل. هذا هو تقريبا يقولوا لي 55 قضية ضد السيد سامي بن سلامة، هنا باش نشوفه معاه مع المعني بالأمر على المباشر. دونك في انتظار يلتحق بنا السيد سامي بن سلامة على المباشر، خليكم معنا. فقط نطلب منكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام انكم تبارتاجيوا اللايف هذايا وانكم تتفاعلوا معاه على قدر المستطاع حتى لا يقطع البث كالعادة. دونك في انتظار التحاق السيد سامي بن سلامة معنا على المباشر، اعتقد أنه تحصلنا على السيد سامي بن سلامة. مرحبا بك سيد سامي بن سلامة. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا، دونك معنا عايش السيد سامي بن سلامة المغضوب عليه من هيئة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للحديث عن القضية التي قدمت أو ولات في الرائد الرسمي، القضايا تنشر قبل النظر فيها في القضاء. دونك وللحديث أيضا عن، خلينا سي سامي معناتها نمحور أو نحوصل خروجك من الهيئة، ما هو سبب خروجك من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ هذا للتذكير. هو قانونيا إلى حد الآن ما نسماش خرجت من الهيئة، لأنه تم تعييني بأمر رئاسي ووفقا لمبدأ توازي الشكليات بالقانون ما نجم يتم عزلي كان بأمر رئاسي. كنت أتذكر حاولوا منذ البداية وقتها في جويليا رفعوا مطلب إعفاء لرئيس الجمهورية بناء على الفصل 15 اللي يحكي على الخطأ في الجنسية، ورفعوا وقت الرئيس الجمهورية لائحة كبيرة لا محالة كانت سخيفة جدا فيها 55 تهمة. دونك فشلت العملية، رئيس الجمهورية ما خداش قرار العزل، تعداه لطريقة أخرى اللي هي الغياب المتكرر الفصل 16 من القانون. طبعا عملية بتاع التحية الواضحة يمنعوك من دخول قصر المؤتمرات ومن بعد يمنعوك من دخول مقر الهيئة ويصرحوا بهذا في الإعلام في جويي في 30 جويي، يقول لي هبطت حتى في وكالة تونس فريق الأنباء مختلف وسائل الإعلام.
الناطق الرسمي بتاعهم قال راهو السيد هذايا سيمنعه من دخول مقر الهيئة، يعني المنع متواصل. القضية في حد ذاتها كلها يعني تبين المستوى اللي وصلت له مؤسسات الدولة، مش حكاية النشر في الرايد الرسمي تاعو. يعني أنا وقت دخلت للهيئة وقبلت باش نرجع للهيئة بناء على تعهدات من رئيسة الحكومة ومن رئيس الجمهورية كتذكروا في يدي اليمين، كنت قسيت عليه ربما أول واحد أنا وقلت له راهو يلزم إصلاحات ووثقني في الحكاية هذه. لكن بعد جيت نشوف نلقى اللي الهيئة اللي مخترقة منذ سنة 2014 مخترقة من طرف حركة النهضة بالطبيعة وبعض الأحزاب الأخرى. الناس اللي جاوا اللي كانوا موجودين كما شو اسمه بوعسكر والمنصري عينتهم حركة النهضة في الهيئة من 2017 كانوا مصرين على المحافظة على نفس النمط نتاع التسيير اللي هو نمط منعدم الشفافية واللي هو يعطي لابريسيون نتاع انتخابات نزيهة وشفافة، لكن في النهاية ستون اوباسيتي توتال والعباد ما هيش مطمئنة 100% إلى أنه العملية تكون وفقا للقوانين وفقا اللي يحبه الشعب التونسي. دونك النشر في الرايد الرسمي هو مواصلة نفس السياسة نتاع التعكيم نتاع المرور بقوة نتاع الصلف. شفتوا توما هاي الانتخابات ولات مسخرة، يعني إذا كانت تعتدي على صلاحيات هيئة أخرى تحت القانون الانتخابي يعطي صلاحيات واضحة جدا للهيكل في 4 ولا 5 فصول. إذا كان أنت هيئة مؤسسة دولة تتجرأ أنها تخالف القانون وتعتدي على صلاحيات مؤسسة أخرى من مؤسسات الدولة، إذا كان تعتدي على الحق الصحافيين في كتابة المقالات، على حق عضو من أعضائها في التعبير عن وجهة النظر بتاعه، يعني ما عادش عندنا هيئة أنت قدمتها كهيئة عليا مستقلة. بس هي الحقيقة ولات لا عليا لا مستقلة، هي مجرد جهاز في يد السلطة تطبق التعليمات بتاعه. وهنا شفنا وين وصلنا بكارثة بفضيحة كبيرة اللي عمرها ما صارت في تاريخ الانتخابات ربما على مدى 200 عام تو في تاريخ الكرة الأرضية. ما فماش اللي سب هذه الهزيلة اللي صحيح ناتجة عن غياب المنجز الاقتصادي والاجتماعي وعن سياسات الرئيس قيس سعيد اللي الناس فقدت الأمل فيها، لكن زاد ناتجة عن هيئة مش مبعث التعثيقة. وتعرفوا أهم حاجة في الانتخابات هي ثقة الناخبين اللي تعدمت تماما. به يقول قايل لهنا سي سامي علاش تو بار اكزامبل انتم تعرض عليكم كهيئه، ما نعرفش انت بوتيتر وقتها هما مقسينك البريود هذيك، تعرض عليهم كهيئه القانون الانتخابي. به الهيئه معناها فما عديد الفصول في القانون الانتخابي اللي قدمه سيد رئيس الجمهوريه لا دستوريه، يعني واضحه من الاول لا دستوريه، معناتها ستفضي لهذه النتيجه الكارثيه. معناها علاش ما فماش شكون تكلم من الهيئه هذه او ناقش، حتى او عندكش علم انه فما شكون ناقش السيد رئيس الجمهوريه في فصل من هذه الفصول، ولا نقح ولا حاول انه يعطي مقترح اخر ولا مقترح تعديلي؟ شوف هو انا الوحيد اللي كنت ناقش تبعت انت الفيسبوك الحاجات اللي كنت ننشر فيها والانتقادات اللي نعمل فيها لعمل الهيئة في وسط الاستبدال، يعني انا سكروا عليه بابنا 25 جويلية، يعني وقت باش يبدا مكتب الفرز المركزي اللي انا عضو فيه بالقانون كعضو هيئة وقتها وين ما خلونيش ندخل. هما قبل بنهار ما حبوش خلوني ندخل قاعة العمليات راهو. دونك بالنسبة لحكاية النتائج انا واحد من الناس ما عنديش علاقة بها. بالنسبة للمناقشة القانون الانتخابي راهو لازم تفهم العقلية متاع الناس هذوما، يعني وتفهم الخلفية متاعهم. راهو أنا وقت اللي أنا كنت من مؤسسي هيئة 2011 الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ساهمت في تأسيسها في 2011 وأنا كنت جاي من المجتمع المدني دونك وزملائي كيف كيف. دونك عندنا خلفية في التيران، نعرفوا شنو معناها وقتها ما نعرفوش شنو معناها انتخابات، لكن نعرفوا شنو معناها تاع الشعب التونسي، وعندنا خبرة وتجربة في المنظمات وفي النقابات إلى آخره في العهد السابق. الناس هذوما شكونهم اللي موجودين في الهيئة اليوم؟ هما موظفين
وموظفين ما عندهمش معناها ما عندهمش لا خلفية فكرية لا سياسية لا فاهمين حد شيء، هم ناس جايين للارتقاء الاجتماعي، معناها يدبر لك كهرباء، يدبر لك منحة بنوات اسانس وصالة شرفية في المطار. ده كنت تحب يناقش رئيس الجمهورية في مشاريع تنقيح القانون الانتخابي؟ هي ما على أنا رأسها تحب واحد قاضي، كيفي أنا؟ اي اما تحب واحد على رأسها قاضي سي سامي، معناها توا قاضي يقول ما قايل يعادش مستحق فيه. للبنويت نتاع ليسانس ومستحق لكذا، علاش ما يناقشش؟ لا علاش لا ما يتكلمش؟ مستحق، صدقني مش مستحقين برك، هذاك الهدف الأساسي من وجودهم في الهيئة. راهو الناس هذوما، ومع احترامي لكل القضاة، والقضاة اللي نعرفهم وعندي منهم أصدقائي، معناها ناس على مقامات كبيرة على المستوى الفكري. راهو لا لا ما تلزمش تقارن شخص عينته حركة النهضة اللي لعب دور المستكتب بقاضي من قضاة تونس. يعني احنا كقرينا في كليات الحقوق ونعرف شنو معناها القضاء. دونك الناس هذوما راهو، وصدقني وهذه مشكلة الهيئات المستقلة الكل راهو، أو الهيئات الدستورية والغير الدستورية، في أغلبها فما ناس جاو بور لاسونسور سوسيال باش يدبر كراكشة كما نقولوا احنا، ومش مستعد باش يضحي بالامتيازات هذه اللي تمنحهم له الدولة وبالسلطة. راهو في ناس عندهم سلطة هذوما، باش يجي سايب لك هو السلطة ويرجع لك مساعد وكيل جمهورية ولا قاضي ناحية؟ لا. وهذاك علاش، والمصيبه بتاعنا انه حتى رئيس الجمهوريه وقت اللي يعمل التنقيحات ما يشاور حد. يعني المشكله بتاع الانفراد بالراي وادعاء امتلاك الحقيقه المطلقه هو اللي حسب رايي ادى ب 25 جويليه الى الفشل. لاني انا واحد من الناس، يعني الناس يعرفوا الباركور بتاعي والتاريخ بتاعي وكيفاش عندي النظرة النقدية لمختلف الحكام، معناها بعد الثورة للنهضة للترويكا من بعد الباجي قايد سبسي الله يرحمه إلى آخره، ديما عندي مسافة من السلطة. 25 جويلية كان وبرشا ناس مش أنا برك قبلنا بالمسار لسبب بسيط، للتخلص من منظومة فاسدة تعملت على أساس بناء ديمقراطية بين في الاخر اللي هي عمليه تحايل واداه الى اغتيال شهداء والى التلاعب بالقوانين والى خرق الدستور. به وقت في نبدا مسار، خليني نكمل لك جوست به الفكره به دي، راهو خاطر مصيبه، راهو احنا خاطر نحسوا على بلادنا. وقت في نبدا معناها الفكره الانتقال السلس هذا اللي صار في 25 جويليه من غير اساله دماء الى اخره، شنو كان الهدف بتاعنا؟ الهدف انه نرجع الى بناء ديمقراطيه تختلف عن ديمقراطيه الواجهه اللي كانت موجوده في عهد النهضه خاصه وجميع حلفائها، والتخلص من دستور 2014 اللي يفرض الهيمنه نتاع النحله هذه اللي كانت مسيطره على جميع مفاصل البلاد ومخترقه جميع المؤسسات. لكن شنو اللي صار من بعد؟ اللي صار انا واحد من الناس نعتبر وفخور بهذا اللي قمت بواجبي في داخل هيئه الانتخابات، لاني ما سكتش في الكل وحطيت الاصبع على موطن الخلل. وكنت تتذكر انت كلمتني اي وما نساك يظهر لي اي اي نهار اللي سكروا علي بالضبط الباب في قصر المؤتمرات، وش قلت لك وقتها؟ قلت لك خليني ساعه نشوف شنو باش يصير، لانه كان عندي نوع من الامل انه رئيس الجمهوريه اللي حط الهيئه ذيك يوقفها عند حد، لان مهزله اللي قاعد تدير مخالفات واضحه للقانون. من بعد عملت تصريح في الشارع المغاربي وسالتني وقت الاستاذه كوثر زنطور، قالت لي شبيك تحيد في رئيس الجمهوريه، معناها ماكش تهاجم فيه؟ قلت لها ما فهمش علاش باش نهاجمه، لاني ننتظر فيه ياخو قرارات ويطبق دستوره. بعد 17 أوت 2022 تم نشر الدستور هذا في الرائد الرسمي. والدستور هذايا اللي احنا انا واحد من الناس معناها مش عاجبني برشا كيما اغلب التوانسه نتصور، لكن قلنا كنا نعديو به العقبه، معناها نمر به المرحله اللي باش ننهيوك الدستور
اللي كان فيه الكل اقفال، وكان قاتل معناه تونس والتوانسه وضغط عليهم، وما فماش حتى امكانيه لا في حل البرلمان لا في حل الحكومه، ما فماش حل معناه سياسي، ما ينفذش الازمات. اي قلنا باهي نتعداو الدستور هذايا. بعد 17 اوت انا واحد من الناس اعلنت صراحه انه مسار 25 جويليا باش يفشل، لانه السيد اللي كتب الدستور بيده قاعد يخرق فيه، لانك من وقتها معناها كان من المفروض انشاء المحكمه الدستوريه اللي كانت سهله، معناها لا فيها تصويت لا برلمان يتعارك لا حد شيء. وين المحكمه الدستوريه؟ الدستور فيه مجالس قضائيه ثلاثه، ما عادش مجلس اعلى قضاء، ولا كل قطاع معناها مستفرد مجلس، ما فماش وينهم، علاش ما تشكلوش هيئه الانتخابات اللي انا نعتبر اللي انا عضو فيها، ولو ما يشرفنيش نكون عضو فيها راهو، لكن انا ما نحبش نعفي رئيس جمهوريه من مسؤوليته، نحب يكون ياخذ قرار شجاع بإعفائي، ما يرميش المسؤوليه على ناس اخرين. هيئه الانتخابات الفصل 134 من الدستور من نهار 17 اوت اصبحت غير شرعيه غير دستوريه، لانه الفصل 134 يحكي على هيئه اخرى. لو كنت عندك انتخابات اليوم تعمل فيها هيئه غير شرعيه، الهيئه هي ترتكب الجرائم القانونيه، ونذكركم اللي هي فتحت باب الترشحات من جديد، وهذا عمره ما صار في العالم بعد اغلاقه لناس جدد. راهو فما حاجات شيء بالراس، معناها ما نجموش نسكتوا عليها، معناها ينجم يكون واحد ما جابش تزكياته كاملين ولا عنده مشكله وطيحوه ديجا، يحلوا باب الترشح من جديد، وينجم يعاود يترشح يعطيه فرصه اخرى، ويضرب مبدا تكافؤ الفرص ويضرب اصلا الاساس بتاع عداله هيئه الانتخابات اللي هي الريجول، معناها هي سلطه تعديليه اللي ما تعطي حتى فرصه زايده لحتى منافس ولا مترشح. وعندك تذكرك القرار اللي نسووه ما نشروهوش في الرايد الرسمي، القرار عدد 25 اللي يضبط شروط واجراءات الترشح للانتخابات التشريعيه. يعني انت عباره دخلت بارتي بتاع كوره، بارتي رياضة جماعية ما تعرفش عليها شنو هي اللعبة، كرة قدم كرة يد ركبي، فهمت؟ يعني هذه خروقات قانونية صريحة، وما تنجمش تقعد ساكت في الآخر بالكل. شنو النتيجة؟ النتيجة راك 8.8 أنت ولات مليون عجيب ولات ولات 11.2 سي سامي. اي الله اعلم عاد كيفاش منين استوردناهم، فهمت؟ خاطر انا توا والله لا نحب على نحب نقول على روحي لا خبير لا مختص في الانتخابات، لكن اللي نعرفه اللي خاطر فما برشا مغالطات، يقول لك خاطر قعدنا نستناو في العباد تصوت وصناديق وما عرف شنو، راهي نسبه المشاركه ما عندهاش حتى علاقه بالاصوات اللي تحصلوا عليها الاطراف المترشحه، نسبه المشاركه يجيبوها من الريجيستر اللي تصحح فيه وقت تعطي بطاقه تعريفك. دونك من المفروض رؤساء المكاتب ولا مراكز الاقتراع يبعثوا للهيئه بطريقه حينيه عدد بتاع الناس، دي كل دقيقه ينجموا يبعثوا عدد الناس اللي مشاركين بس اس ام اس، ميساج يقول له وصلت انا في المكتب الفلاني لتو 20 واحد، فهمت؟ والهيئه على المستوى المركزي تعلن نسبه نسب المشاركه على البلاصه، تقول لي انت فكرنا السته ومازالوا العباد يصوتوا الثمانيه، وفي جربه وفي جرجيس، علاش جربه وجرجيس فيهم 200,000 ناخب؟ بالضبط، هذه التساؤلات، هذه التساؤلات اللي نسالوها التوانسه توا ديجا. اي ما ايش اقول لك، راه احنا طبعا انا متحال على مرسوم 54 بالضبط جوز قضايا، اي وفي وعلى المجله الجنائيه وعلى مجله الاتصالات وحتى جميع المجلات القانونيه في جوز قضايا اخرى، ومازالوا لي 10 قضايا على المرسوم 54 نتوقع. دونك باش نكون ولا يلزمني نكون متحفظ، لكن مانيش خايف منهم، معناها يلزمني نقول الحقيقه للتوانسه، فهمت؟ التوانسه يخافوا تو، انت تصور كان ما جاش فما المرسوم 54 تراهم خذلوهم وشلوهم. شنو الكلام هذا؟ شو 200,000 صوت بعد ولا اقسمتوا بالله؟ خليني ساكت. هو شيء يضحك، ربما خليك كما قلت ساكت خير ما تزيد تلحق قضيه اخرى غدوه الصباح. غدوه الصباح عادي، هو بيسالش راهو بيسالش المفيد، راه خاطر يلزم التوانسه يفهم، احنا كتوانسه ريت مهما كانت اختلافاتنا الفكريه والسياسيه، نعتبر اللي فما فتره
اللي بعد 2011 لازم نسميها ثورة، انتفاضة، انقلاب، مؤامرة خارجية اللي تحب. المفيد اي الشعب التونسي كانت عنده فرصة باش يسير أموره بنفسه وباش يبني تونس جديدة. يا سيدي هاكا انتهى النظام السابق بسلبياته وإيجابياته، تخلي نبنيه جديد. وقت أنا واحد من الناس وقت دخلت لهيئة الانتخابات كانت أحلام وأمال كبيرة، ونشوفها حتى في عينين العباد وفي اللقاء معاهم، وكيفاش الناس تتصور تونس باش تولي أحسن دولة في العالم في كل شيء. وكان هذا ممكن، ما هو مش أحسن دولة لكن كنا نجم نترقى ونتقدم إلى آخره. من بعد تشوف شو عملوا فينا هذاك الجماعة الآخرين، وتشوف الاغتيالات والتكفير والتهديدات إلى آخره، وتخريب الدولة وتفليس بالضبط الميزانية إكسترا. بالضبط بالضبط قلنا سيدي هنا نوقفوهم الجماعة هذوما عند حدهم، وقعدنا 10 سنين واحنا نحاربوا فيهم بدون كلل ولا ملل. وانا كان احكي لك على التهديدات اللي جاتني وعلى نعم محاولات التجويع الى اخره، لكن قلنا سيدي مش مشكله، احنا في الاخر بكل بلادنا هذه بلادنا ويجب ندافع عليها. بالضبط بالضبط اليوم انت اليوم المصيبه وين؟ اليوم احنا في مسار اللي ولا يهدد في التوانسه. exactly المرسوم 54 راهو ما يهددش سامي بن سلامه ولا عبد السلام شبير ولا اي شخص ناشط في المجتمع المدني او حتى في الاحزاب السياسيه. راهو يهدد اي تونسي، على خاطر يقول لك راهو عملوه لتفادي الاشاعات وتشويه الاعراض الى اخره. احنا نشوه في الاعراض، احنا والله العظيم ننتقده، والله احنا العظيم قاعدين نحاولوا باش نوعيوا التوانسه باش ما يعديوهاش عليهم. بالضبط جي انت اليوم في وقت رجع لي الديمقراطيه اللي تحرمت منها انا 10 سنين، ديمقراطيه حقيقيه كما تولى العالم الكل. جات تشوف التوانسه يخرجوا لبرا، معناها حتى يبدا معدلاته معناها في الباك ولا في الجامعه متوسط يولي عبقري لبرا، ويلقى صحيح الفرص باش ينجم يفيد البلاد اللي يخدم فيها ويفيد روحه ويفيد حتى البشريه. صحيح احنا في تونس قام عيننا، راهو قام عين التوانسه من كل شيء. فما منظومه بيروقراطيه جاثمه على البلاد، المنظومه هذه هي اللي تقود في رئيس الجمهوريه وتفرض عليه في خيارات اللي هي غالطه، وادت انه هكا تشوفوا فشل في فعل اي شيء. ما تشكش في نواياه لاني ما نعرفهاش نواياه، يجب نعرفها تنقيمها. لكن راهو في الاخر بالكل وين وصلنا احنا تو؟ وين وصلنا؟ بلاد على باب الافلاس او مفلسه، فكري لو زعم مزود 50 معناها فضيحه، معناها واحد تو ما عادش ينجم يتنقل، بالضبط معناها يلزموا بالضبط تو نرجع على البغال والحمير، وسبحان من سخر لنا هذا. بالضبط دونك يلزم انا حسب رايي في المستقبل التوانسه الكل باستثناء بالطبيعه اللي يديهم معناها ملطخه اللي اوغلت في دماء التونسيين، يلزم التوانسه الكل يحاولوا باش يلقاو نقاط الالتقاء بيناتهم وينحيوا النرجسيات الفارغه ان شاء الله، ويتحالفوا من اجل انقاذ البلاد هذه، لانها صحيح الارهاب ولا ربما ذكرى بعيده شويه، ولو الخطر مازال موجود لكن ما عادش مؤسساتي، ما عادش فما ناس في الحكم يدافعوا على الارهاب والارهابيين. ان شاء الله. لكن احنا عندنا ناس في الحكم يدافعوا على حاجة أخرى، يدافعوا على الرداءة، يدافعوا على صحيح البيروقراطية، صحيح يدافعوا صحيح على الناس اللي تشد الصف نهار كامل في سي ان اس اس وسي ان ار تي اس وفي صحيح البلديات للتعريف اللمبه قدام الادارات العموميه. يعني انت المخ الحاكم التونسي اليوم عاجز انه باش يعمل ابسط الاشياء، الرقمنه شيء غريب راهو. لهذا لازم احنا ناخذ الامور بايدينا وما عادش نسكتوا لهم، وربما نعطوا احنا حتى الميدان السياسي الناس كله ونعبروا على راينا وخلي يدخلونا للحبوسات. بالضبط بالضبط سي سامي، يعطيك الصحة، شكرا، كنت سعيد عايش. جدا بهذا اللقاء، وكل الدعم منا ومن كل الوطنيين الأحرار لما تتعرض له من هرسلة ولما تتعرض له عايش. من تشويه، لأنه هي مسألة وطنية في عبد السلام، ماهيش شخصية. أنا كي سألوني قالوا لي شبيك لتو ما عملت حتى قضية، أي لأنه تعرف وقت يجي ينتهك لك حقوقك ويقص لك الشهريه بتاعك ويمنعك باش ترجع. انا نخدم على الشيت، ممنوع باش نرجع تو، لان كان نرجع نخرق واجب التفرغ، نسمى وقاها فرصه باش يقولوا ها وخرخ خالف القانون. لكن رغم ذاك، رغم التضحيات هذه، ما نحب معناها ما نحبش نعتبرها مساله شخصيه، هي مساله راي وطنيه، مساله سياسيه. يلزم الناس هذوما ما نوقفوهم عند حدهم مهما كانوا،
واعي. مش تونس على الأقل تتنفس وتنجم تبني للمستقبل، تلقى خيارات أخرى. واضح، يعطيك الصحة سي سامي، شكرا على هذا يعيشك. هذه المداخلة وعلى رحابة الصدر، تصبح على خير وإن شاء الله في لقاءات قادمة إن شاء على الله. خير، يعيشك. يعيشك شكرا. يعيشك، شكرا. هذا سي سامي بالسلامة، لأنه ما نحبوش نخبيو عليكم حد شيء، دونك هيكم خذيتوا الكواليس نتاع الهيئة نتاع الانتخابات، شنو اللي يصير فيها كل شيء. دونك في انتظار التحاق ضيفنا الثاني السيد صادق أبو عبان الإعلامي القدير. دونك هذه الكواليس سي سامي، قال معناها إن شاء الله الناس الكل تتفق وكل أهلا شيء. وسهلا. أهلا سي صادق، مرحبا. أهلا. مرحبا بك سي صادق، هيك قاعد تتابع فينا على اللايف جو كروا. أي صحيح. كان تعمل مزيان سي صادق، تنقص لنا شويه في الفوليوم بتاع التليفون. أهلا وسهلا. يعيشك. به. مرحبا. يعيشك يعيشك سي صادق الاعلامي القدير واستاذي، قدمتك في المقدمه وافتخر يعني بكونه عندي استاذ في الاعلام كما سي صادق بعبين. سي صادق حبيت لا نسالك، بوجه. يعيشك، حبيت نسالك، كنت تسمع في الحوار مع سي سامي بن سلامه، دونك حبيت نسالك على المسار هذا كله، القانون الانتخابي الجديد، الرؤيه متاع رئيس الجمهوريه، كيفيه تعامل هيئه الانتخابات او كيفيه موافقه هيئه الانتخابات دون اي نقاش او دون اي طلب للتنقيح او دون معناها اي كلمه لرئيس الجمهوريه فيما يخص هذا القانون، كيفاش تشوفوا هالقانون الكل متاع الانتخابات ومن بعد توصلوا للمهزله متاع نتيجه المشاركه والتصويت والاقبال على هذه الانتخابات اللي كان رد من الشعب معناها قاسي وقاسي جدا. وانت قلت كل شيء في السؤال. المسار فعلا برمته يعني شابته العديد من شابته العديد من الشوائب، وربما السبب الاساسي في كل الاختراقات اللي عرفناها على امتداد الاشهر الفارطه، السبب في عدم وجود محكمة دستورية، لأنه كل الخروقات القانونية هذه ما كان لها أن تحدث لو كانت هناك محكمة دستورية. يعني لا يمكن أن أولا تتجاوز المدة باعتبار الفصل 80، لا يمكن ان تتجاوز المده لو كانت هناك محكمه دستوريه مده الحاله الاستثنائيه اكثر من شهر. يعني توا احنا عندنا عام وبعض الاشهر وستتواصل الامور، لانه سوف لن تغلق سوف لن يغلق المسار هذا قريبا، مازال الدوره الثانيه ومازال مجلس الفئات و الأقاليم. الأقاليم، يعني ربما يلزم أقل شيء 6-8 شهور أخرين باش يعني تتركز المؤسسات اللي في ذهن رئيس الدولة. برشا مواقف أخذهم رئيس الدولة لا تستند إلى قانون، لا تستند إلى منطق، جر البلاد يعني إلى حالة من الوهن، وقع تحديد تقريبا كل المؤسسات أو أغلبها. نحن نعيش الآن حالة من يعني من الصعوبات، من التوتر، من القلق، لأنه وقت لي تخرب الرؤية على المستقبل، ولم نعد نرى ما يمكن أن يحدث غدا أو بعد غد. هذا كله يعني يخلي مخلفات سيئة ورديئة لدى المواطن التونسي اللي يتكلم وعطى الموقف نتاعو. المواطن التونسي نهار 17 ديسمبر، نهار 17 ديسمبر 2010 كان المنعرج الأول اللي عرفته تونس وحولوا الرئيس إلى يومين. نهار 17 ديسمبر 2022 كان حسب رأيي أنا المنهرج الثاني، واللي أصبح يعني عالي على تصور الرئيس، وكان يوم نكسة بالنسبة لي باعتبار أن الشعب رفض المسار اللي اقترح عليه رئيس الدولة وقالوا لا احنا مانيش موافقين على الشيء اللي عملته أنت الكل، وكأنه الشعب التونسي كان ينتظر حتى يكتمل المسار اللي اقترحه رئيس الدولة بعد الاستفتاء وبعد الاستشارة.
والمرحلة الثالثة كانت الانتخابات، لأن الشعب التونسي قاعد يستنى إلى ما ستؤول إليه الأمور باكتمال الانتخابات هذه، وأعطى الإجابة بتاعه السلبية للرئيس اللي نزعت عليه المشروعية اللي كان ديما يفتخر بها. هي لا محالة، نتيجة كارثة سي صادق، ما صارتش في حتى دولة تقريبا منذ معناها قرنين من الزمن كما كان يحكي سي سامي. أما هل أنه في اعتقادك السيد رئيس الجمهورية سيواصل في هذه المهزلة بوتيتر، وباش يوصل للدور الثاني وباش يكمل مجلس للأقاليم والجهات في ظل هالعزوف الكبير اللي قاعدين نشوفوا فيه توا معناها من المواطن التونسي، أم أنه ربما يراجع روحه وربما يدعو إلى انتخابات تشريعية معناها سابقة لأوانها بقانون انتخابي معناها يتماشى مع المعايير الدولية؟ كما عرفنا الرئيس وكما عودنا إلى حد الآن سوف لن يراجع نفسه. الرئيس لا يستمع إلى أحد، عنده فكرة معينة سطر طريقه وانطلق فيه بدون الالتفات إلى الوراء، بدون طرح التساؤلات، بدون الاستماع إلى المحيط. الرئيس ديما يقول أنه الشعب يريد، الشعب هاو أعطاك ما يريد، ولكن الرئيس حسب اللقاء قبل البارحة مع رئيس الحكومة اللي تحدث على ارتفاع النسبة في الدورة الثانية، وعاب على المنتقدين ما ذهبوا إليه وقال لابد من انتظار الشوط الثاني، يعني هذا يدل أن الرئيس سوف يمضي قدما فيما سطره للبلاد. لكن السؤال مش هذا، مش هل أن الرئيس سيراجع نفسه وس هل أن الشعب سيستفيق ولا لا؟ هل أن الشعب سيتماشى مع ما خطط له الرئيس أم لا؟ هل سيوافق أن يواصل معه المسيرة أم لا؟ هذا هو السؤال. باهي، والسؤال الأهم من هذا سي صادق، هل نحن في حاجة إلى مجلس جهات وأقاليم؟ يعني تونس في حاجة إلى هذا المجلس وميزانية أخرى وانتخابات أخرى مع العزوف هذا؟ وحسب رأيي أنا الانتخابات هذه بتاع 17 ديسمبر اللي تعدى هي انتخابات على الأقاليم، باعتبار أنه المواطنين هم من الجهات بالضبط من المناطق الداخلية. نعم بالضبط، هذا هو السؤال. معناها تو هما ديجا الانتخابات بالقانون اللي عملوا على الاقتراع على الافراد، وشفنا التقسيم نتاع الدوائر كيفاش كان، معناها كلها تقريبا معناتها انتخابات على المحليات، معناها كل واحد المحليات. بالضبط، إذن باش نزيدوا اقوى ساسات. اي المجلس الثاني سيكون يعني نسخه مطابقه للاصل او بالضبط. اعاده او تكرار لما حدث في 17 ديسمبر 22. وربما الناس لما لحقتش توا في المجلس معناتها النيابي هذايا ربما تعاود تتقدم الترشحات نتاعها في مجلس الاقاليم، ما نعرفش، ما شفتش التفصيله هذه في القانون اللي عمله رئيس الجمهوريه، اما ربما لما خلطتش توا ولا جاته على البار ينجم يعاود يقدم روحه في المجلس نتاع الجهات والاقاليم، وتولي بالتالي حتى صراعات معناها جهويه وعروشيه باش تولي وكل شيء، دونك ناس تحكي على حتى العروشيه باش يولي، باش يعني من المنتظر ومن الممكن، ما نقولوش من المؤكد، انه باعتبار انه انتخابات 17 ديسمبر هي على المحليات والانتخابات القادمة ستكون على الأقاليم، ربما يحدث تنافس غير شريف بين المجلس الأول بين الغرفة الأولى وبين الغرفة الثانية، باعتبار كلهم ينتميوا إلى، ناخذوا احنا مثلا الولاية نتاعنا في الدستير، يعني سوف يكون منها ممثلين من المحليات ومن الممثلين من الجهات اللي هما شنو الجهات؟ هي نفس المحليات. بالضبط، يعني نجم يكون مشروع هذا لا يتلائم مع نظرة الآخر، فهمت؟ وتصبح الأمور خاضعة إلى الصراعات. باهي سي صادق، هل انه ادراج اسماء معناها تقدمت بهم للهيئه العليا المستقله للانتخابات اللي قال سي سامي معناها لا علاقه لها بهذا التوصيف وهو كان ولد الهيئه ويعرف، دونك هل انه نشر في الرائد الرسمي نتاع معناتها اسماء ناس هذوما تقدمت بهم بشكايه مازال ما بتش القضاء فيها ما يعتبرش تشويه للاشخاص المعنيين ولعائلاتهم والمقربين منهم؟ لا، هو يعتبر تشويه ويعتبر زيها بالرائد الرسمي عن الاهداف نتاعه.
بالضبط يعني صح. الرائد الرسمي لم يبعث منذ أكثر من قرن ليكون سفير لصدى المحاكم. هذه أمور قضائية، هما من نشرت أسماءهم، الصفحات التي نشرت أسماءها والأسماء كذلك للأشخاص، هؤلاء تعلقت بهم حسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جرائم انتخابية، والجرائم المقر نتاعها للنظر فيها شبهات، هي المقر الأصلي نتاعها هو المحاكم. يعني كان من الأجدر أن تنشر هذه القائمات عبر الصحف أو عبر مع أنه صفحات التواصل الاجتماعي، وعدم إقحام الرائد الرسمي في مثل هذه الأمور. بالضبط، لانه فما ناس تو كيما سي سامي بن سلامه تابعت المقالات نتاعو، يعني راي حر، لا فيه لا ثلب ولا فيه تشويه ولا فيه مس من اشخاص ولا فيه تعدي هذا معناها. العنصر الثالث يا استاذ عبد السلام، لانه هناك كذلك مصادره الراي الحر ومصادره حتى بالضبط. الاعمال الفنيه. فما الممثل معز تومي اي اي يعني مسرحي لا علاقه له بالضبط، بالامور هذه بالرغم السياسيه من انه عبر ساند معناها، بالرغم من انه ساند الانتخابات والمسار بتاع 25 جويلية وساند الرئيس في وقت سابق. يعني هناك تخوف من مصادرة الرأي أولا، هناك كما ذكرت صيغ بالمهمة الأساسية للرائد الرسمي، وهناك تشويه وتشهير بالأسماء وبالصفحات التي ذكرت في المنشور بتاع البارح. واضح واضح سي صادق، سعيد جدا بهذا اللقاء، يعطيك الصحة، شكرا على رحابة الصدر وعلى الاستجابة، إن شاء الله في لقاء مباشر تحياتي آخر لسامي وتحياتي للأستاذ عماد اللي باش يجي بعدك. بالضبط بعد، إن شاء الله. شرف أنه تعاملت معه بالزوز في وقت ما عندما كنت في الفلسطينية. شكرا وليك يعيشك سعيد. وربي فضلك سي صادق، وليلة سعيدة، يعيشك، شكرا. دونك هذا رأي الإعلامي القدير السيد صادق بوعبان، طبعا أنا شخصيا عندي ثقة كبيرة في كل آرائه وفي كل مواقفه في الاستشراف اللي يعمله اللي يقدمه في المنابر الإعلامية، عنده برشا غائب على الساحة الإعلامية، ذاك علاش فرحان برشا أنه هو وافق ورجع وتكلم معايا على المباشر، دونك فخر كبير ليا. دونك في انتظار التحاق السيد عماد بن حليمة ضيفنا الثالث والجزء الأخير من هذا البث المباشر، تأخرنا عليه دقيقتين سي عماد بن حليمة، دونك تفاعلكم نشوف فيه، يعطيكم الصحة على كل تعليقاتكم وعلى كل تفاعلاتكم معنا وعلى كل لكل من نشر هذا البث المباشر. دونك التحق بنا السيد عماد بن حليمة، مرحبا بك أستاذ. أهلا وسهلا، مرحبا بك، تحياتي ليك وإلى كل متابعيك. يعيشك يعيشك أستاذ بن حليمة، كنت نحكي مع ضيفي السابقين، كان عملت تطلع على البث المباشر سي سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والسيد صادق بوعبان، وتوجه لك بتحية في آخر اللقاء متاعه سيد صادق بوعبان الإعلامي الكبير والقدير. أنا أول تجربة إعلامية متاعي في قناة 21 مع معز الخضراوي كانت وقت كان سي صادق بوعبان مدير قناة 21. بالضبط، قال لي شرف اني تعاملت مع الاستاذ عماد بن حليمه ومع الاستاذ سامي بن سلامه ايضا سابقا في حلقات بوتيتر اعلاميه. دونك سي عماد، نبداو بالسؤال الاخير، السؤال الاخير اللي هو ادراج اسماء معناها متاع ناس اعطاوا رايهم في مسار انتخابي او في انتخابات في الرائد الرسمي، هذا لا يعتبر تشويه ساعه ليهم كاسماء وتشويه لعائلاتهم، يعني هل لا يعتبر مس من اشخاص الناس هذوما، خاصه وانه القضاء لم يبت بعد حتى الابحاث ما انطلقتش، دونك انه يشوفوا اسمائهم في الرائد الرسمي، الا يعتبر زيخ كما قال سي صادق بوعبان عن مهام الرائد الرسمي الاصليه؟ صحيح، هو فقدان للصواب. هو السيد المكرم رئيس هيئة الانتخابات كان صرح قبل النتائج وقال أنه في السابق كان هو يعني ما كانش القرار بيده هو، وفما برشا ناس ما عداولهمش قضايا، لكن قال المرة هذه أنا رئيس وكل واحد باش يطاول على الهيئة ويطاول على شخصه هو وكذا باش يعدي ملفات للمحكمة. ربما اللي علاش نقول انا فقدوا الصواب، ولا
انا مشيت لحاجه اخرى باش نرجع لك ليها. هو باطار التقرير نتاع الهيئه، ما فهمتش انا نشران الاسماء هذه هما اجراءات وغفلوا عليها، ما تمش نشرها وقرارات هما مو تعرفوا البذيحة اللي صارت، القرارات نتاع الهيئه اللي ما تنشرتش في ابانها وفي مواعيدها القانونيه وبعدين ينشروها من بعد. جاءوا هما توا في اطار واحد، علاش الاسماء انت كنت تنجم حتى في قرارات الهيئه كي باش تنشرها في الرائد الرسمي اللي يلزمها تنشر، قول انه تمت احاله مجموعه عددها كذا من الملفات اللي تتعلق بمخالفات انتخابيه، من غير ما تحط الاسامي وليباج وكذا وشنو، حتى صحفيين راهو معناها، فهمتني؟ بالضبط. هذا داخل. انا قلت ترهيب هذا، قلت وانه قديما كان عندي اعتقاد راسخ وانه حاشاكم الغباء عنده حدود، والغباء اذا كان تجاوز قدر معين يولي عندي انا سوء نيه. بصراحه انا راقبت تصريحات رئيس الهيئه وبعض اعضاء الهيئه منذ مده، وانحيازهم المفضوح الى قيس سعيد والى الدفاع المسار قيس سعيد، وقت هما كهيئه مشرفه على تنظيم الانتخابات ما عندهم حتى علاقه بمساله الدفاع على النظام الانتخابي او خيارات الرئيس، او انه يطلع معناها رئيس الهيئه يقول وانه النسبه هذه راهي نسبه باهيه وراهو اللي هذه انظف انتخابات، هذا مش دوره. انا اعتبر في قراءه ما وليت نشك، يعني نشك في كل شيء والشك طريق الى اليقين، اعتبر ان هذه التصريحات ما يمكنش للانسان العاقل اللي يحب يخدم منظومه قيس سعيد ويوهم وانه هذه الهيئه هيئه مستقله، نقولوا انه فاروق بوعسكر فشل في الحفاظ على الاستقلال الشكلي نتاع الهيئه، وانا وليت نشك حتى انه نكون داخل في مؤامره ضد رئيس الجمهوريه، لانه مش معقول، لانه هما هذوما اللي قاعدين جماعه الهيئه يطلعوا يصرحوا في تصريحات، هما اكثر ناس قاعدين يضروا في قيس سعيد وفي المسار اللي عامله، قاعدين ياكدوا بما لا يدعو مجال للشك وانهم هيئه غير مستقله. والعمليه اللي عملها بعد غلق الصناديق الانتخابيه وانه يعلن عن النتائج وبعد نهار يزيد 220 الف صوت، هذا اضرار بكامل المسار، وهذا ربما يخلي حتى الناس تقول وتشكك حتى في الارقام المقدمه في الاستفتاء، لانه اليوم فما ولا واحد عنده جواب علاش في 4.5 شهور نهبطوا من 3 ملايين الى 803 الف، حتى حد ما ينجم يفسرها الحكايه هذه. وعلى عكس كل الطروحات اللي قالها، او اكثر واحد اليوم انا مخلقني هو رئيس الجمهوريه، لانه رئيس الجمهوريه اولا الساعه حشر روحه في معركه ما نعرفش علاش داخل فيها، علاش يحب يهز معناها الانتخابات التشريعيه يعتبرها نتاعو وقت اللي يتهم بوظيفه تشريعيه هو بالوظيفه التنفيذيه، علاش يعتبر انه نجاح العمليه هو نجاح لي هو، فشل عملي هو فشل لي هو. ما فهمتش انا اولا هذا علاش، ما استوعبش الدرس، يحكي عن حكايات معناها يعني خارج الموضوع، يعني ما معناها الجو الكل جو الكل جو معناها خايب على الاخر، خلينا نقول انه اكتفي نقول خايب على الاخر. وراهو الناس اللي فما حاجه بالله انا نحب ناكد عليها، راهو علاش قلت لك انا ما فماش واحد اليوم قادر يفسر وينهم الزوز ملايين و200 وين تبخروا في 4.5 شهور، وراهو مش شغل الاحزاب وتوا هما مرجعينها ورئيس الجمهوريه مرجعها للمؤامرات، الاحزاب راهي قاطعه الاستفتاء وشو 3 ملايين. دونك هذا العدد صحيح. اي الاحزاب مقاطعه. المرة هذه العدد 803 الف وباقي الأحزاب مقاطعة، معناها راهو إذا كان أنت تحب ترجع الفشل متاعك ما تسميه بالمتآمرين والمتخاذلين، راهو الحسبة غالطة، راهو المشكل أعمق من هكا. مشكل يرد إلى زوز أشياء، إلى النظام الانتخابي هذا الفضيحة اللي عامله، اللي اليوم هاك تشوف سي عبد السلام اللي ناس متعدية للدور الثاني
ب 800 صوت وب 1000 صوت وب 1200 صوت، مثلا وقت اللي هذوما ما كانوش يطلعوا في مجلس بلدي بالاعداد الاصوات هذا، مش في مجلس نواب مثلا الشعب اللي يهم الشعب الكل، اللي هو النائب فيه ونائب الشعب، ولا توا ظهر لي نواب تاعهم، ما عادش حتى نواب تاع بلدان تاعهم، ما عادش تاع مدن، صحيح صحيح. فهمتني؟ لكن في كل الحالات انا نحب نقول حاجه، في كل الحالات حتى لو كان كل نائب يجيب 10 اصوات، مهم جدا وانه يكون الغدوة عندك برلمان كلكو سوا التركيبة متاعه، لانه من غير المقبول ومن غير المعقول وانه البلاد تبقى مش برلمان. البرلمان كما جاء في البيان تاع الخارجية الامريكية بعد النتائج هو بداية استعادة المسار الديمقراطي، ما تنجمش تعمل عضو مسار، ما تنجمش تعمل تحول سياسي، ما تنجمش تعمل حتى شيء وانت ببلاد ما فيهاش مؤسسات. هي صحيح هذه اول مؤسسه منبثقه على الدستور الجديد شنو فيها قيس سعيد، لكن مع ذلك مهم انه يكون عندك برلمان. ما نجموش تو بلاد بالله لا فيها محكمه دستوريه لا فيها برلمان، غدو لا قدر الله كان مثلا يصير شغور في منصب رئيس الجمهوريه، شنو نعم شكون شد على البلاد؟ بالضبط هذا هو. تشدها نجلة بودن، تشدها نجلة بودن رئيس الحكومه. لا 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 هذاك في حاله شغور الوقت حسب الدستور الجديد الفصل 92، هذاك في حاله شغور الوقت، في حاله الشغور النهائي اللي شدوا رئيس المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية نوب ربي فماش. بالضبط بالضبط. العميد السابق للمحامين سي إبراهيم بودربالة يصف 92% تقريبا من الشعب التونسي العزف على الانتخابات هذه بالمتخاذلين، شنو رأيك؟ هو جاء البارح وعاود فسر، لكن يعني هو التصريح بتاعه غير موفق، تصريح غير موفق، وسي إبراهيم ربي يهديه. أنا ماذا بيا معناها، يعني ماذا بيا معناها تسحب منه في حديث وقت اللي نحكيه عليه في السياسة، ما عادش نقولوا عميد لأنه لا يمثل المحاماة، هو مواطن يمثل إلا نفسه، فهمتني؟ هو كان في يوم هو أساء حتى لمهنة المحاماة وقت اللي كان عميد بهذا يعني الانصهار في الفكر بتاع سي قيس سعيد، وهذوما راهم اللي قاعدين يضروا في قيس سعيد، اللي قاعدين يضروا في قيس سعيد هذوما الأحزمة الأولى متاعو، هما اللي ولا واحد منهم نصحوا بنصيحة قال وراك غلط، هو متمادي في الغلط وجماعته قاعدين يصفقوا له. الكلام اللي قالوا بصراحة مش في بلاستو ما يجيش، إذا ما توا شنو توا معناها، ولا عنا متخاذلين وعنا صادقين وعنا وطنيين وعنا متآمرين، أيه. عنا ولينا طوائف لازمناش نعملوا في لبنان اتفاق الطائف توا زاد. اي بالضبط. لا اون بليس معناها 92% من الشعب التونسي متخاذل، في حين 8 فاصل قداش هذيك بالمئة اللي مشات نخبت هي الوطنيين، قال لك هذوكم يمثلوا الوطنيين والاخرين يمثلوا المتخاذلين. هذا فقدان الصواب والتصريحات المتشنجه. ما هو جزء من توا صديقي استاذ ابراهيم صديقي، ولكن هو جزء من الفشل، لانه هو بيدو شارك في الحوار وكان رئيس لجنه وكل، معناه هو جزء من الفشل بتاع البشد العابره. بالضبط. باهي سي عماد، الخبر نتاع الراجل بالكدا بالكدا نتاع ايقاف علي العريض او بطاقه ايداع في حق علي العريض، التوقيت نتاع الخبر هذايا تشوفه بريء معناها بعد النتيجه المهزله نتاع الانتخابات؟ والله ايش نقول لك حاجه، الخبر تاريخ الاستنطاق اي هذايا راهو مستوطن تضبط، باش نبداو واضحين. باهي نحبوا نعرفوا هذايا، علقت عليه انا قبل، علقت عليه وقت مازال كيف هبط، مازال كيف وقت قاضي التحقيق أعطاه خلى علي العريض بحالة صراح وأعطاه موعد لسماع. ونتذكر اللي أنا وقت حضرت في شمس فاب وعلقت على التاريخ هذا وقلت التاريخ هذا يصادف تقريبا يوم الإعلان الوقتي عن النتائج، إعلان النتائج الوقتية في الدور الأول، معناها راه التاريخ موجود من قبل. تبقى هل انه اذا كانت النتيجه مبهره في الدور الاول كان مش يتوقف ولا؟ على كل حال في كل الحالات الايقاف نتاعو اول مستفيد منه هي حركه الاخوان، لانه هذه اعطتهم فرصه جديده بور سو فيكتيميزي دو نوفو
يظهروا في موقع الضحيه، صحيح وهكا تشوف يسوقوا فيها على اساس وانه عليه العريض وانه الحركه معناها تدفع فاتوره وعليه العريض توقف جوست للرد او التغطيه على الفضيحه الانتخابيه اللي صارت. واضح. اما بون، احنا لما حاله هذه عندها سابقات الحكايه، لانه كل ما تقل الشعبيه متاع رئيس الجمهوريه. هي معروفه، اي هي معناها لتنشيط وللاستقطاب ديما معناها الحل المعروف، الحل لانه غير معقول، غير معقول انه رئيس الجمهوريه ما يطلعش ويعطي تفسير اي ويعطي كلمه ويقول شنو اللي صار، ويقول راهي وصلت الرساله. واليوم عرفنا اللي الناس اللي الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي انشغالات الناس بحياتهم اليوميه عدم رضاهم على النتائج المحققه يحاول يطيب خاطر العباد ويفسر، وهو باقي مستنطح وباقي يحكي عن المؤامرات ويحكي عن الشوط الثاني، يعني يغرد خارج الواقع وخارج نسق الاحداث. اي لربما حتى كان خرج، معناها حسب ما يقولوا برشا، يقول لك تو يخرج يقول لنا فما معناها البيراتاج وسايبرنيا وضغوطات كبيره على المواطنين باش ما يمشوش لمكاتب الاقتراع كل ال معليش يجبدوا عليهم سلاح المواطنين باش ما يمشيوش. هذا هو تقريبا. بس يعني لا لا لا، هما توا المجلس النيابي الحالي، اذا في صورة ما رئيس الجمهورية مشى في المسار نتاعو معناها، وكما نقولوا ما غزر لحد حد ومشى برغم النتيجة المهزلة هذه، هو ديجا مجلس نتاع معناتها محليات، معناها تقريبا اللي فيه من با محليات، راه قلت في الانتخابات البلدية اللي هي محلية اي العباد يجيبوا اصوات اكثر من هكاك، هذه نتاعهم به نتاعهم. لكن كمان سور لو بلان فورمال على المستوى الشكلي باهي يلزم يكون فما برلمان. باهي باهي سي عماد، توا احنا توا دي انتخابات نتاعهم، وباش يكونوا النواب فيها عباره على حوم تحت قبه البرلمان، هل نحن في حاجه الى انتخابات نتاع جهات واقاليم اللي هي باش تكون نتاع احياء في وسط الحومه اذا كان هذه نتاعهم؟ هي ستون ريبرودكسيون، ستون ريبرودكسيون نفس الشيء، لان هي بنفس اللوجيك ستون ريبرودكسيون. وهو فكره الاقاليم والجهات هي هذه معموله لجوز اسباب، اولا لانه قيس سعيد شنو الفلسفه؟ شنو فلسفه الخطاب بتاعه ومساله هذه الشعب يريد؟ اولا الساعه هي عمليه متاع سطو، انه واحد يجي يحب يعدي برنامج تحت شعار الشعب يريد، واللي هي عمليه الغش الكبرى اللي صارت في تونس وقتها. عمليه الغش الكبرى هي اللي هي الاستشاره، لانه كاش بدا ينفذه في المخطط نتاعه. الاستشاره على اساس وانه الاصلاحات باش تتم على ضوء النتائج. خذاك الاستشاره الله اعلم كان جابوه من 500 الف في بالي بها لحدود 200 الف، بعد 3 ايام نلقاو حطوا 5 ايام رجعوها 500 الف، اش علينا فيه؟ بعد النتائج هذيك اللي هي غير صحيحه، هو بيدو النتائج ما احترمهاش، لانه حتى من 500 الف انا شاركوا مثلا اقليه اللي قالت احنا نعملوا دستور جديد، هو مش شاف الدستور الجديد. اكبر هذيك عمليه السطو الكبيره اللي عملها، وبك الاستشاره اللي وجهها هو كما يحب واعلن فيها على البرنامج السياسي نتاعو، حط لها بلاكه اسمها الشعب يريد. ايش معناها الشعب يريد؟ شو خطابه اللي قاعد يعمل فيه؟ قال هو الفا فالوريزي لي مارجيناليزي، يجي للناس اللي يحسوا رواحهم اللي هما مهمشين يقول لهم انتم مش تولوا تحكموا. هذه نسق جديد من الشعبويه، وانا راني قاعد نطبق فيما تقولون. هذه هي الفلسفه نتاع الكل اللي يحب يعدي بها، وكسر تو البلاد الكل دقدقها وكسرها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا من اجل الافكار نتاعو هذه، اللي يحب ناخذ دوله قاعده ريت ناخذ دوله اعطينه دوله يلعب بها، قول هي معناها بات نتاع ارجيل والسيد كل مره يخرج منها حاجه. هذا معناها يعني نحن فاش قاعدين نعيشوا توا.
به هو السي فاروق بوعسكر رئيس الهيئه متاع الانتخابات في التبرير متاعه اللي شفناه الكلنا على نزلته دايور الهيئه، شو يقول؟ يقول معناتها يفسر الفشل هذايا، يقول لك ما فماش مال سياسي ومال فاسد، وما رضخناش للضغوطات من جهات اعلاميه وجهات سياسيه، ومش كيما في 2014 فما مال فاسد. اي لهنا يا اخي، هو مش في 2014 كان نائب الرئيس متاع الهيئه متاع الانتخابات، دونك هو شاف في 2014. هذا انت لازمك 2014 2019 19 كيف كيف؟ أرجو اي اي أرجو اي اي كما هو اي أرجو. اي هو بيدو عنده تصريحات إعلامية بعد الانتخابات نتاع 2019، اي عنده تصريحات إعلامية بصفته نائب رئيس يدافع فيها على نزاهة الانتخابات. واليوم هاو قال معناها كيفاش مش كيما الانتخابات الفارطة، ما فماش. علاش قلت لك أنا هذوما ما نعرفش واش قاعدين يعملوا، يعني درا قاعدين يخدموا في الرئيس ولا قاعدين يتآمروا عليه ويشوهوا ويشكوا في ما عادش فما استقلاليه. ما نجمش نقول هذه شكون درا سامحني، شكون ينجم يجي يدافع يقول هذه هيئه مستقله بعد التصريحات اللي يعملوا فيها؟ مستحيل ما تجيش. انت مكلف بتنظيم انتخابات، ايش دخلك تعلق عند ايش؟ تو اربيتر يزفر ماتش تاع كوره يجي بعد يفسر الشغل اللي كيف هيك، علاش ربحت بثلاثه ولا باربعه ولا بخمسه ولا هيك، علاش خسرت بسته؟ استقبل انت تنظم فقط، ومش مشكلتك ان الناس تجي ولا ما تجيش، انت توفر الجو، توفر الاطار الانتخابي، المواد الانتخابيه، وتقف مهمتك هذه. معناها شنو معناها؟ معناها الناس توا اللي مقاطعين، معناها الشعب الكل مرتشي يمشي الا بالفلوس. بالضبط، هذا هو القصد تقريبا من التعليقات نتاعو، معناها من التصريحات نتاعو كانوا اتهم نسبه كبيره. ما فماش في العالم الكل، في العالم الكل ما فماش سياسه بلاش احزاب. هذه انتخابات سياسيه بامتياز. بالضبط، انتخابات المجالس التشريعيه هي انتخابات سياسيه بامتياز. انت سي قيس سعيد جبت فلسفه جديده، تحب تعمل انتخابات سياسيه واقصاء الاحزاب السياسيه. نجح، مبروك عليك، نجحت في انك تكون اول رئيس جمهوريه بعد الحرب العالميه الثانيه جاب اقل نسبه مشاركه في العالم على مدى 80 سنه. تو هاك نجحت في حاجه، نجحت في انك تكون افشل واحد. واضح. جبت التصور هذا، انتخابات على الافراد باخصاء الاحزاب، فوالا لو ريزولتا. هيك جبت انت، جبت معناها ريكور، مي ريكور تاع فشل. عمره ولا تجي انتخابات تشريعيه، وعمره ولا تجي حياه سياسيه بلاش احزاب بلاش كفاءات. اليوم اخطر من اقصاء الاحزاب وفي البرلمان هو اقصاء الكفاءات، لانه بالفصل اللي حطوا في انه منع الجمع بين النواب انا وبين المهن الحره واي مهن اخرى بمقابل او بدونه. طب انا كمحامي مثلا، انا مستعد نخدم في مجلس النواب وما ناخذ شهري، انا ما بطلش محاماه، شو سكر بيروي؟ بالضبط، هذه المصيبه، هي لا اطباء نجموا لا محامين نجموا. ما تعطينيش شهريه، ما تعطينيش، ما حشتيش، انا نحب نخدم بلادي، ما تعطينيش شهريه، نسكر بيرو كي تكمل الدورة بعد شنو نعمل؟ اي وكأنه فما معناها نية لإقصاء الكفاءات، مش ما تكونش موجودة النخبة التونسية. غدوة باش تجيك قوانين تقنية، لا عندك محامين، لا عندك خبراء محاسبين، لا عندك طب، لا عندك حتى شيء. يعني عملنا مجلس نواب تو جديد، ربما لتشغيل البطالة ولا لتنشيط لي روتريتي. هكا هو. بالضبط. ما هذاك هو. بالضبط، وهذه المشكله استاذ، معناها المجلس كيفاش باش يكون ساعه هو ما ينجمش، لا يحق له. انت برا نمشي شوف توا، باش نحكي من توا اليوم انا حكيت الكلام هذا قبل. الناس ما كانوش تسمعوا برشا، خاطر عندنا زوز انواع تاع بشر، عندنا ناس عندهم بعد نظر وناس يصدقوا بقر الا بالكرش. انت تقول له بقر يقول لك حتى نوصل نشوفوا الكرش تاع نقول لك برشا. شكون تعداوا للدور الثاني اليوم؟ وقل لي هذوما، شوف لي البروفيل بتاعهم ولي السي في بتاعهم، شنو يعملوا في الدنيا هذو؟ تو تلقاهم اغلبهم ما ينجموش يكتبوا نص صفحه، مش يكتبوا قوانين ويناقشوا قوانين تقنيه كما قانون الماليه
اي والاصلاحات الجبائيه وغيره. وهذا الهيئة وهذا الهيئة ورئيس الهيئة وقتها نتفكر وقت لا صارت حملة أو صارت تندر معناها من الشعب التونسي على بعض المستويات المترشحين، ما زالوا مترشحين وقتها، هددت الهيئة وهبطت بيان قالت إلا باش يشوه المترشحين راهو باش تقاضيه الهيئة. هل من صلاحياتها الهيئة معناها شيء هذا أن الدفاع على المترشحين يا مثلا؟ ودي الهيئة هي هذه الهيئة هذه سي بو عسكر، ما هو شنو حكيت سي بو عسكر متقاضي علينا برئيس الجمهورية، هو ديجا الهيئة انقلبت على اللايكا بالضبط بالضبط. بعبارته أنه الهيئة هي المسؤولة على المسار الانتخابي، معناها أخذت صلاحية الناس كل، وللقلاب اللي عملوها اللايكا هو أقوى دليل على انه الناس هذوما متفرده ويحبوا يخدموا حدهم وعندهم كويزين انترن ويحب يشوفها حد. لكن فاشلين ريت قد ما يقعدوا هما ويكمسوا في الغرف المظلمه، فاشلين في الكوميونيكاسيون، فاشلين في اقناع الناس بالنتائج، فاشلين في كل شيء، فاشلين ما هم قويين الا في التكمبيس في التريك اكهم. واضح واضح. وفي اعتقادك تو استاذ في الختام معناها شنو مآل المسار هذايا؟ هل انه فما امكانيه رئيس الجمهوريه يتراجع على بعد الفشل الذريع هذا او يراجع بعض رئيس الجمهورية ما يسمح، ما بالضبط. يسمعش، هما 9 ملايين قعدوا في الدار، 8 ملايين قعدوا في الدار ما سمعهمش، قال كلام وأمر. رئيس الجمهورية بالنسبة لي هو لا يخطأ، ودايور هو ريتوش عمل رومانيمون مينيستري، علاش؟ لأنه ما يجيش كيفاش رئيس يخطأ في اختيار الأشخاص، نو غير ممكن، معناها تصوروا تو الرئيس معناها مش ليه تو نسمع أنا في طلبات اللي عندها ديمونسيون بوليتيك، ما عندها حتى ديمونسيون براتيك، الغاء الدور الثاني، الاستقاله، ما نعرف كل هذايا، ما يسمعوش الرئيس الكلام هذايا. الرئيس هو الوحيد اللي ما يغلطش بعد ربي. ربي الفوق هو اللوطه ما يغلطش. فهمتني؟ ومش يواصل به المسار. الهروب لكن الى كما الامام. قلت لك مهم برشا يكون عندنا برلمان، مهم، مش بلاد ولاش برلمان. اي اما برلمان على الاقل تعمل بقانون معناها يحترم المعايير الدوليه او مطابق للمعايير الدوليه وبناس معناها ما تحرمش كما كنت تحكي تو انت المحامي والطبيب والمهندس والكفاءات العليا نتاع البلاد، ما تحرمهاش انها تكون متواجده وتثري المشهد السياسي هذاك وتدلو بدلوها تحت قبه البرلمان وتلقى على الاقل كيفاش تناقش الاستثمارات، كيفاش تناقش قوانين الماليه. دونك انت الناس هذوما معظمهم يا اخي باش ينجموا يناقشوا قوانين ماليه ولا باش يفهموا حاجه معناها من اقتصاد البلاد ولا من مشاكل البلاد تحت قبه البرلمان؟ صعيب استاذ. ايه هو مش صعيب، هو مستحيل، بالضبط. فهمت ليه؟ لكن الرئيس بالنسبه لي هو ينجم يدورها وحده البلاد، هو دايرها بالدستور الجديد باش الناس تبدا تعرف زيرو صلاحيات القانون اللي ما يعجبوش ما يعديش، يرى بالضبط. لخاطر تو في الدستور الجديد اللي كتبه روحه انه الرئيس وقت اللي يرجع القانون بعد ما يتصادق عليه المره الاولى كيف يرجعوا للقراءه الثانيه يلزم القانون يتقع المصادقه عليه باغلبيه الثلثين. هذاك لو ميلتينغ بوت، التنوع اللي مش يطلع في المجلس هاي كاش مش تلقاها من الثلثين، الله اعلم. احنا اليوم راهو تعرف عندنا مشكله كبيره وانه ما عندنا 7 بلايص فارغين هاي ما فيهمش ترشحات، ما نقدرش عندنا من نائب 154 154 في 154 اي نمبر بير، معناها غدوه لو كان جيت تصوت على حتى على رئيس المجلس مثلا ويطلعوا 77 77 ما عندك حتى حل، ما عندك حتى حل. بالضبط، هذه ما قراولهاش لانه نمبر بير اليوم، والسبعه هذوما كاش مش يزيدوهم بعد باش ينقحوا القانون ويعاودوا انتخابات اخرى، معناها عمليه مش تتطلب برشا وقت. وعندك فكره قداش فما من مرأة باش تكون في البرلمان القادمه؟ لا والله انا الحقيقه راني ما تبعتش برشا هو حسابيا شكون هما اللي ترشحوا للدوره الثانيه، ما تقريبا بريت واحده ولا زوز، ما زوز هذه يعني شفتهم انا. هما حسابيا توا حتى بالدور الثاني ما يفو مش المراه مش تفوت 18 ولا 19 المراه في البرلمان هذاك، معناها بنسبه مش محتشمه شبه منعدمه الحضور بتاع المراه في البرلمان. دونك يمكن ربما لتزيين الصوره هاكا باش تكون فما مراه موجوده تحت قبه البرلمان وكهو، دونك فضيحه حتى. قداش ما معناها باللي هو مش كون حكايه ضعيفه على الاخر، معناها ما ما بين 16 و18 تقريبا حسابيا مش تطلع هكا، معناها حتى اذا كان فرضا النساء اللي باش يتعداوا للدور الثاني باش يطلعوا باش تكون ما بين 16 و18.
مال هي نسبة ضعيفة، ومعناها هذه تو في فلسفة قيس سعيد التناصف إلا في التزكية مش في البرلمان، بالضبط. ايه، فهمتني؟ اصل هو القانون معناها الانتخابي فعلا ضم المرأة. النظرية بتاع الخوانجية بتاع المرأة المكملة للرجل. بالضبط بالضبط، هذا هو هذا هو. يعطيك الصحة أستاذ، شكرا على قبول الدعوة، شكرا شكرا، شكرا على رحابة الصدر كالعادة. صديقي الأستاذ عماد بن حليمة، تصبح على خير، ربي يوفقك، يعيشك عايشك وربي بلا يفضلك. شكرا أستاذ، شكرا. به هكا كملنا الحوار مع ضيوفنا، إن شاء الله تتلقاونا في حصص تنويرية، كل هكا كل مرة مع ضيف دو كاليبر كما هكا، باش ينوروا التوانسة، وباش على الأقل خلي التوانسة تفهم وتتعقل وتعرف كيس كي سباس في تونس، وما عادش تنساق وتنجر وراء الترهات اللي قاعدين يروجوا فيها في جل المنابر الإعلامية المكلفين بمهمة حاليا. دونك نتعداو توا لبعض الآراء الشخصية اللي باش نذكر بهم متابعينا. يعطيكم الصحة على كل تفاعلاتكم، الحقيقة قريت تقريبا جل التعليقات اللي قاعده توصل لنا وتفاعلاتكم مع الضيوف، يعطيكم الصحه. هذه باش تكون بدايه ان شاء الله، وباش تكون نرجعوا لحلقاتنا التنويريه المباشره ونستدعاو ضيوفنا ولقاءاتنا وحواراتنا ان شاء الله اللي باش تكون على المباشر، مش نخبي عليكم حد شيء، وباش تكونوا ديما المعلومه باش تستقيوها من المصدر كما اليوم. دونك سي سامي بن سلام حكى على تفاصيل التفاصيل والكواليس اللي خلوهم يقصيوه معناها لهيئه الانتخابات، والتفاصيل اللي سمعتوها الكل. بالنسبه لما لحقش على الحوار نتاع الضيفين الاولين، دونك بعد ما يوفى اللايف هذا تنجموا ترجعوا وتتفرجوا على راحتكم. بالنسبه للناس اللي تخدم تغد وتتفرج على اللقاء هذايا وعلى اللايف هذايا، تلقوها على اليوتيوب، تلقوها على صفحاتي، على جل صفحاتي، على بروفيلي الى اخره. دونك نحب ساعه نذكر باش نعطي موقفي توا الشخصي، هذاك حوار صحفي وحوار اعلامي، دونك التزمنا نوعا ما الحياد في طرح الاسئله، التزمنا الموضوعيه في نقل معناتها كلمه الشعب الى اخره. دونك توا مواقفي شخصيه، موقفي شخصي ودعوه الشخصية لكل متابعينا أنكم تكونوا موجودين وبكثرة يوم 14 جانفي في شارع الحبيب بورقيبة مع الحزب الدستوري الحر لنظم هذه الوقفة الوطنية، ليست السياسية أو ليست الحزبية، لأنه اليوم هذا الساعة الحركة هذه باش تكون في بعدها الرمزي، عندها دلالة رمزية ودلالة اعتبارية كبيرة، لأنه 14 جانفي هو كذبة كبرى. 14 جانفي هو مؤامرة على تونس، وهذا قلناه لكم من 2011، ما صدقوناش، لكن هاو تو مع مرور الأيام كما كان يحكي الأستاذ عماد بالحليمة بالكرشة هاو كفهموا اللي هو بقري. دونك الوضعية لو وصلنا لها هذه كلها، سوف تطرح عديد الحقائق من طرف رئيس الحزب الدستوري الحر يوم 14 جانفي في الوقفه اللي باش تتم، او المسيره اللي باش تكون ان شاء الله مسيره شعبيه ضخمه، وتكون معناها تعكس الوعي المواطني والوعي الشعبي التونسي بالمآل نتاع الوضع اللي احنا وصلنا له توا، بالاكذوبات اللي قاعدين نعيشوا فيهم توا، بالوهم اللي قاعدين يعيشوا فينا فيه توا. حبيت كيف كيف نتوجه بكلمه اخرى لكل من يتابعنا، لانه توا كان يحكي الاستاذ بن حليمه قال هو اقصى معناها رئيس الجمهوريه الاحزاب السياسيه الى اخره. هو رئيس الجمهورية ما كانش عنده مشكلة مع حتى حزب باستثناء الحزب الدستوري الحر، لأنه كان من المفروض أنه بعد ما شاف فما خطر داهم من البرلمان التونسي، كان قلتها ونعاود نقولها، كان من المفروض حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها، إلا أنه وقتها للأسف الشديد جميع شركات سبر الآراء للأسف بالنسبة لرئيس الجمهورية قالوا انه الحزب الدستوري الحر يتصدر وبفارق كبير. دونك رئيس الجمهوريه ما يساعدوش انه تساترا يكون عندهم اغلبيه نيابيه في المشهد، ما يساعدوش انه تساترا يقودوا معناتها يكونوا في المقود، ياخذوا المقود ويقودوا المسار السياسي لتونس. دونك هذا هو السبب الاساسي من وراء التجميد والاشهر نتاع التجميد وكل شونتاج اللي شفناهم الكلهم، والمسرحيات اللي شفناهم الكلهم، واقراص التبنيج والتخدير اللي شفناهم الكلهم. هو كان في باله انه باش يضعف التساترا، كان في باله انه باش يقلص من الشعبيه او الالتفاف الشعبي حول الحزب الدستوري الحر. دونك الهدف نتاعو ما وصلوش، بالعكس زاد الالتفاف وزادت اللحمه وزاد المواطن وعي، وجاوبوا في 17 ديسمبر. ولذلك ادعو السيد رئيس الجمهوريه بكل لطف الغاء العطله الرسميه اللي حطها يوم 17 ديسمبر. ما هو ألغى 14 جانفي بارك الله فيه، كمل يلغي 17 ديسمبر، وهكذا ينقح تاريخ تونس، وهكذا لا يزور تاريخ تونس. وربما تحب تكون بالحق تأمن بالبلاد هذه،
يوم 18 جانفي، إعلان يوم 18 جانفي يوم عطلة رسمية اللي هو الموافق ليوم الثورة التونسية الحقيقية. هذه كتبتها نوار سور بلون مش من تو، من 2011 و2012. دونك بالنسبة للتوانسة وللشعب التونسي، الثورة الحقيقية هي التي اندلعت يوم 18 جانفي 1952. الثورة اللي طاحت معناها من أجلها وسالت من أجلها دماء الشهداء البررة، وسالت من أجلها دماء رجال تونس إلا جابوا الاستقلال من بعد، وإلا حروا البلاد هذه من المستعمر، وإلا بناوها توبة توبة، إلا اليوم جاوا هدموها غزات من بعد 2011. دونك هذا تقريبا ما حبيت نعلق، ما نطولش عليكم أكثر من هكا، كما قلت ربما نستخدم غدوة، دونك باش ترقدوا على رواحكم، تصبحوا على خير، إن شاء الله باش يكونوا عندنا لقاءات متواصلة ولقاءات مستمرة في الفترة القادمة، كما هكا كل مرة نجيبوا ضيف زوز ثلاثة ضيوف ينوروا التوانسة، ونسألوهم على نبذ الشارع، الأسئلة اللي يطرحوا فيهم التوانسة، ولا ربما المغالطات اللي في المنابر الإعلامية تخليهم يفكروا، تخليهم باقي يعمل ريكول، وتخليه ما يعطيش موقفه، وتخليه ماهوش فاهم التكتيك اللي قاعد يصير توا حاليا في البلاد من طرف الوزارة الفلانية، أو من طرف السلطة، أو من طرف المنبر الفلاني. دونك نخليه التونسي ديما على باش، نخليوه على وعي وعلى حقيقة، معناتها نخليوه على الأقل كونسيون بالشيء اللي قاعد يحاك ضده وضد الشعب التونسي وضد أجيال تونس المستقبلية وضد صغاره وضد أحفاده. تصبحوا على خير، ما نطولش عليكم أكثر من هكا، موعدنا في لقاء قريب إن شاء الله.